طيب تعالوا مع بعض نطمن على الحالة المرية، ومعنا الهاتف زميلنا وصديقنا العزيز المحترم الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرية بالإذاعة المصرية. أستاذ محمد صباح الخير وتحياتي لحضرتك. أهلا صباح الخير أستاذ عاصم، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. أطلعنا يا فندم كما نعتاد يعني من حضرتك على تقرير متميز عن الحالة المرية مع البداية الفعلية الأسبوع النهاردة الأحد. يمكن طبعا بالفعل زي ما حضرتك دايما تنوه برضه استاذ عاصم، النهارده يوم الاحد ده يبقى ليه يوم طابع خاص ومتميز للحركه المريه، بس حابب نطمنك ونطمن الساده المشاهدين الكرام ان احنا في هذه فتره الذروه الصباحيه على وشك الانتهاء من استيعاب اكبر قدر حركه السيارات خلال فتره الذروه الصباحيه على كافه المحاور، واستنشاق كافه الخدمات المريه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى الجمهوريه. يمكن طبعا محاور محافظات الوجه البحري والمدن الساحليه والطرق المؤديه اليهم ما زالت حتى الان الحركه المريه فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وايضا محاور محافظات الوجه الابلي والطرق المؤديه اليهم الحركه المريه فيها تعتبر مرضية معانا. أما بالنسبة للمحافظات المجاورة ما زالت حتى الآن بيتم تصفية الكثافات في نطاق محافظة الأليوية، وخاصة في الطريق الزراعي القادم من مناطق ميت نما ومتجه إلى مدخل شبرا الخيمة. أما بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القرى الكبرى، جميع محاورها ما زالت حتى الآن بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، عدا أعلى منطقة كارفور وأعلى منطقة المرج بتقابلنا بعض الشيء، وعند منطقة تحديدا أعلى محور كوبري الفريق محمد فوزي. أما بالنسبة لبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا ودي نتيجة الأعمال وهي في القوس الغربي اللي جاي دلوقتي من منزل الصحراوي ومتجه إلى مناطق محور المريوتية وطريق المريوتية، ده نتيجة إن في تم استقطاع ثلاث حارات مرورية وتسيير الحركة المرورية في ثلاث حارات أخرى، وعملية التطوير أعلى قطاعات الطرق الدائرية، واستنشاق كافة الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال. ومن حيث علم السادة المشاهدين الكرام إن الأعمال مستمرة معانا، بدأت أمس ولمدة 30 يوم على التوالي. بالنسبة لمحور 26 يوليو الأحجام النهاردة بتقابلنا أعلى منطقة ناهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده محور رود الفرج بيكون أفضل وبديل. أما بالنسبة لمحافظة الجيزة الأحجام النهاردة ما زالت بتتوافد في شارع السودان عند محطة مترو الجامعة اللي نازل من أعلى كوبري فيصل ومتجه إلى مناطق الدقي والمهندسين، هنسلك النهاردة شارع الجامعة اللي هيكون أفضل وبديل عن شارع مراد اللي بيشهد بعض الأحجام المرية عند منطقة مجلس الدولة اللي داخل على نفق العجوزة ومتجه إلى مناطق المهندسين. بالنسبة لمحافظة القاهرة الأحجام النهاردة بتتوافد أعلى كوبري الحرفيين نتيجة إن كان عندنا سيارة معطلة وتم الانتهاء منها من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم تيسير الحركة المرية. بعض الأحجام أيضا اللي ظهرت عندنا دلوقتي في شارع الطيران اللي جاي دلوقتي منه متجه إلى محور صلاح سالم، وبعض الأحجام في منزل محور العروبة اللي جاي دلوقتي من الرحمن الرحيم ومتجه لأرض المعارض في محور صلاح سالم، عشان كده محور النصر هيكون أفضل وبديل في هذا التوقيت. على كوبري الحدائق بيشهد بعض الأحجام اللي جاي دلوقتي من مناطق سكة الويلي والزاوية ونازل على مناطق مدينة نصر والفنجري. كوبري سرايا القبة ممكن نستخدمه النهاردة استخدام جيد وهيكون أفضل من كوبري حلمية الزيتون اللي بيشهد بعض الأحجام المرية اللي جاي من المطرية وداخل على مناطق المحكمة والتجميل. أما بالنسبة لكوبري أكتوبر ما زال حتى الآن تعتبر الأحجام فيه متوسطة، بتقابلنا بعض الشيء أعلى منطقة الوصلة المعلقة اللي خارج من شرق القاهرة ومتجه إلى مناطق وسط المدينة، ما بننصحش بتغيير أي مسارات، وباقي الكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة ما زالت حتى الآن تعتبر متوسطة، ما بننصحش بتغيير أي مسارات على كافة المحاور سوى المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المشاهدين الكرام. أستاذ محمد، لوحظ النهاردة أيضا وجود بعض الأحجام المرية أعلى الدائري، تحديدا بدءا من الدائري فوق الرماية حتى منطقة المريوطية، وده نتيجة بعض الإصلاحات الخاصة بإعادة الترميم الخاص بعملية السفلتة. ده هيستمر معانا تحديدا قد ايه لو عند حضرتك المعلومة، وتنصح برضو المشاهدين في هذا الأمر تقول لهم ايه وتحديدا قائد المركبات على هذا الطريق؟ خلينا ان احنا برضو بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكوره ونويت يا استاذ عاصم، احنا الاعمال مستمره بدات معانا من اول امس، مستمره معانا لمده 30 يوم، الاعمال دي على مدار ال 24 ساعه. تم استقطاع ثلاث حارات مروريه
وتيسير الحركه المريه في 3 حارات اخرى تيسيرا على الساده المواطنين لتاهيل واعاده تاهيل الطريق الدائري في هذه المنطقه تحديدا. احنا بننصح في فتره الذروه الصباحيه عشان نخفف الاحجام المريه عن منطقه القصر الغربي اللي تشهد بعض الاعمال في هذه المنطقه، كل اللي جاي من المناطق الصحراوي او جاي من مناطق مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ممكن نسلك النهارده الطريق السياحي، هيكون افضل وبديل، ده بيودينا على مناطق المنيب اللي رايح مناطق الدائري، فاحنا كده تجنبنا منطقه وصله المريوطيه، او اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر وداخل على مناطق الجيزه ممكن بدل ما نستخدم هذه المنطقه تحديدا نستخدم محور 26 يوليو او محور رود الفرج اللي بيشهد انسيابه وانفراجه مريه امام قائدي السيارات. بشكرك جدا الاستاذ محمد صابر محرر الشؤون المريه بالاذاعه المصريه اللي اطلعنا بشكل مفصل على الحاله المريه وايضا بعض الاصلاحات اللي موجوده على عدد من الطرق وايضا التحولات المريه الافضل او الطرق البديله لهذا الامر تحديدا فتره الذروه الصباحيه اللي بدات معنا من الساعه 7 صباحا وهتستمر حتى الساعه 10:30 واحيانا ممكن توصل ل 11 صباحا. مهم جدا كمان زي ما الاداره العامه للمرور قايمه بدورها في وجود يعني رجال المرور في تحديث حركة مرورية وسيولة مرورية في المناطق اللي فيها بعض الازدحامات وأيضا ضبط يعني الحال المرورية بشكل كبير، أيضا على المواطن الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية حفاظا على السلامة العامة، وربنا يحفظ حضراتكم جميعا.